مفيدة. قالت لك أنه الرجال مقدور لهاش يعني تقدرها المرأة، ربما هذا الطرح الأكثر تداولا حسب البعض وحسب ربما ما يتم تداوله. يعني أنا ممكن نعقب عليك الأخت العزيزة، أنا بحكم يعني كانت عندي تجربة، ممكن ما نقدرش نقول عليها خبرة لكنها تجربة بسيطة في المجال السياسي. المرأة أمام أخاها الرجل عندها قدرة كبيرة لأنها كثيرة صبر أولا، ثانيا تجد المرأة السياسية يعني المحنكة سياسيا تبادر بأفكار، تبادر باقتراحات، وعليها قدرة كبيرة لاستماع لمشاغل المواطنين حتى مشاغل السلطات. أنا يعني كمترشحة عبر قائمة حرة اللي نسميها أنها نخب الجزائر تحمل رقم 41، في التمثيل كنا متساويين، تحمل 4 نساء، كلنا يعني نعمل وفق برنامج متساوي وممنهج جدا. يعني في خرجات العمل الجواري يعني كمرأة لدينا قوة كبيرة في الإقناع سواء كانوا الرجال أو نساء. في قسنطينة خصوصا يعني أتكلم عن الدائرة الانتخابية قسنطينة، يعني لحد الآن قمنا بثمن بلديات عمل جواري ليلا نهارا، والله العظيم كان ذلك التوافد حول الشباب وحول قائمتنا وخصوصا المرأة. أنا شخصيا يعني رأيت يعني قدرة على أن هذا شيء مشجع جدا. نعم. مشجع.